أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو، سماح شويري ابنة الفنانة الراحلة أنطوانيت نجيب تروي أيام والدتها الأخيرة قبل الوفاة، وحفيدها الفنان فادي الشامي يكمل مسيرتها الفنية وتعرف على عائلتها. كشف سماح شويري ابنة الفنانة الممثلة الراحلة أنطوانيت نجيب عن الساعات الأخيرة للفنانة قبل الرحيل، وتحدثت عن بعض التفاصيل التي رافقتها بها في الأشهر الأخيرة. وقال سماح شويري إن والدتها كانت تواظب على غسيل الكلى مرتين في الأسبوع، ولم تكن تعاني من أي أمراض ثانية، وهي منذ 9 أشهر تتواجد في منزل ابنتها، وخلال الأسبوع الفائت لم تستطع إكمال الجلسة. وأضافت أن حالة والدتها قبل الوفاة بيوم كانت جيدة وكانت سعيدة باجتماع العائلة، لكنه منذ 15 يوما تستذكر زوجها الراحل، وقالت يمكن قلبها حسسها. وأما آخر كلماتها لابنتها صباح الأربعاء وقبل وفاتها فكانت صلي لي، ويشار إلى أنه سيتم الخميس مراسم التشييع والدفن للفنانة أنطوانيت نجيب، حيث سيشيع جثمانها في 2 بعد الظهر بتوقيت العاصمة دمشق إلى كنيسة الصليب المقدس للروم الأرثوذكس. وأوضحت أن والدتها أنطوانيت نجيب كانت تحب اجتماع العائلة وكانت تحب العمل ولا تتمنى أن تتوقف عنه، ولم يكن هناك ما يضايقها سوى وضعها الصحي. وكانت الفنانة السورية قد توفي صباح الأربعاء في منزلها بالعاصمة دمشق، ونعت نقابة الفنانين السوريين والكثير من النجوم. وتعتبر الراحلة من رواد الدراما ومن رواد السينما في سوريا، حيث تابعت عملها الفني بعد انتسابها للسينما، وقدمت في عام 73 في المي شقة الحب وامرأة حائرة، وفي عام 76 شاركت في فيلم الحب الحرام. وقدمت في الدراما التلفزيونية الكثير من الأعمال، ومنها الخطوات الصعبة، الجوارح، كنا أصدقاء، القصاص، أخوة التراب، أيام الغضب، المحكوم، حمام القيشاني، عندما يموت الحب، الفصول الأربعة، صدى الروح، أهل الغرام، الاجتياح، الهاربة، الدبور، وغيرها الكثير. وأنطوانيت نجيب البالوع عملت في مجال التمثيل واستطاعت أن تثبت قدراتها وكفاءتها في جميع الأدوار التي أسندت إليها، ومنها دور الأم المخلصة التي تضحي من أجل أبنائها ودور المرأة الطيبة. وانضمت إلى نقابة الفنانين السوريين ذلك في عام 68، وبدت العمل في المسرح والتلفزيون ثم السينما، وتألقت في كثير من الأدوار التي قدمتها. وفي عام 62 تزوجت من الفنان يوسف شويري واستمرت معه إلى أن توفي في عام 2005، ورزقت بابنتها الوحيدة سماح شويري، وهي والدة الفنان فادي الشامي. كما ويعد الفنان السوري فادي الشامي حفيد أنطوانيت نجيب الذي أكمل مسيرة جدته التي وقفت بجانبه دائما، وقد قدم أعمالا كثيرة حظيت على نجاحا باهرا وجوائز عديدة، تقديرا له ولموهبته الفنية التي لمع بها كثيرا في الساحة الفنية السورية. الفنان فادي الشامي الذي يعد من الشخصيات الفنية السورية التي اشتهرت بشكل كبير في العالم العربي،
من خلال مشاركته في دور سمعه في مسلسل باب الحارة. وحيث قدم سلسلة كبيرة من الأعمال التي تنوعت ما بين مسلسلات وأفلام سورية، ومن ضمنها مسلسل خاتون والحصم الشامي، بالإضافة إلى ليالي الصالحية وصلاح الدين الأيوبي. البداية الفنية للفنانة الراحلة أنطوانيت نجيب. برعت الفنانة السورية أنطوانيت نجيب في عدة أدوار، ومنها دور الأم، كما قدمت عدة عروض مسرحية متميزة، واستطاعت بقدراتها وموهبتها أن تتقمص العديد من الشخصيات التي أسندت إليها. وظهرت للمرة الأولى عندما قدمت دور في فيلم بعنوان عاريات بلا خطيئة، والذي تم عرضه في عام 67، ثم انضمت في العام التالي إلى نقابة الفنانين السوريين، وفي عام 71 شاركت في فيلم امرأة تسكن وحدها وواحد زائد واحد. وتوالت أعمالها الفنية المتنوعة، وكان لها رصيد أعمال في الدراما السورية، فقدمت دور في مسلسل بعنوان صح النوم، والذي تم عرضه في عام 72، ثم جسدت دور سميحة في عام 73، وذلك من خلال مسلسل بريمو. وقدمت مسلسل روزنا في عام 2018، كما شاركت في مسلسل فارس وخمس عوانس، والذي تم عرضه في عام 2020، ثم شاركت النجم السوري باسم ياخور في مسلسل ببساطة الجزء الثاني، والذي تم عرضه في عام 2020. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.